أهلا وسهلا بكم. طبعا تزايدت المطالبات من نقل مستشفى النقاهة والموجود بجنوب مدينة الرياض. المستشفى يقع وسط المنطقة الصناعية وما تحويه من المصانع، مصنع الإسمنت قريب جدا من المستشفى، التلوث دائما منبعث هناك، مشاكل صحية لنزلاء هذا المستشفى في شكاوى كثيرة، وأيضا الناس اللي يسكنون في الحي. الحديث عن هذا المستشفى يقودنا للتخطيط بشكل عام في الرياض، وفي نفس الوقت يقودنا للحديث عن دور الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة. لكن قبل ذلك خلونا أو قبل النقاش خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود. يحوز مستشفى النقاهة بالرياض على ثلاثة أنواع عالمية من التلوث، يعرفها المختص في التخطيط العمراني للمدن بالتلوث الهوائي والتلوث الضبائي والتلوث البصري. في حي الدار البيضاء بالرياض يقع هذا المستشفى وبجواره مصانع الجبس ومكاسر حجر الرخام، لذلك فإن البياض يكسو العينين حزنا ويسكن المحاجر ليختفي المشهد. قبل 630 يوما قامت نزاهة بتعليق الجرس بعد زيارتها للموقع ووصفه بأنه حوى حزمة من التجاوزات الإنسانية، حيث تم رصد عدم مناسبة المكان لكونه يقع في المنطقة الصناعية جنوب مدينة الرياض وينتج عنها تطاير الغبار والمخلفات الصناعية، الأمر الذي يؤثر على صحة المرضى جراء البيئة الملوثة. في اليوم الأول من العام الهجري الجديد اخترنا زيارة هذا المكان الذي يعاني قاطنوه من عوق في الحركة وتهديد مستمر لما تبقى من الصحة. شكرا للزملاء على هذا التقرير. لنناقش هذا الملف يسعدني أرحب معي في استوديوهاتنا هنا في الرياض الأستاذ إبراهيم الشايع، وهو مدير التخطيط البيئي في الهيئة العليا لتطوير الرياض. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. وأيضا يسرني رحب من جدة بالدكتور علي عشقي وأستاذ علم البيئة، وأيضا عبر الهاتف سينضم لاحقا الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة. أستاذ إبراهيم، أنت شفت التقرير، لعله هذا مدخل لنا. أنتوا في الهيئة العليا لتطوير الرياض وأنت فيما يتعلق بإدارتك، ما تشوف أنه من ضمن دوركم حل مثل هذه المشاكل أو التخطيط لها؟ أو حتما أحد أدوارنا الرئيسية هو معالجة هالنوع من المشاكل، لكن الحقيقة التقرير تكلم عن موقع واحد ضمن مئات المواقع اللي حنا نسميها مواقع حساسة. المستشفى أحد المواقع الحساسة الذي لم يكن يجب أن يكون في هذا المكان، كان لا يعني، فحفاظا على صحة وحساسية نزلائه فكان يجب أن يكون في مكان أفضل من ذلك. هو طبعا الآن نحن نعالج مصدر المشكلة وهي المصانع ومصادر التلوث المحيطة بالموقع هذا وبجنوب الرياض عموما. هذا ما نعمل عليه في مجال التخطيط البيئي ومجال معالجة المشاكل السابقة الموجودة حاليا. كان يجب على الجهة المعنية الحقيقة بمثل هذه الاستعمالات الحساسة معالجة الموقع منذ فترة طويلة ونقل المستشفى إلى موقع. طب من هذه الجهة اللي طبعا هو تابع لوزارة الصحة حسب ما أعرف. طب أنتوا بدوركم ما تفرضون على وزارة الصحة أن تعمل هذا الشيء؟ نحن نتعامل مع كافة الجهات، لكن وليس وزارة الصحة تحديدا، لكن سبق وكان في مخاطبات على هذا المستشفى وأعتقد فيه مشروع بديل أو شيء من هالنوع، لكن هذا الحقيقة ما أستطيع أن أفيد فيه كما يفيد مسؤول في وزارة الصحة. نحن نعمل على أن نهيئ المنطقة عموما بأي حال من الأحوال، سواء ما يحيط بهذا المستشفى أو أيضا الأحياء السكنية. المنطقة أيضا فيها أحياء سكنية كثيرة ويقوم فيها حوالي 300,000 نسمة جنوب الرياض عموما. نحاول أن نوصل مستوى جودة الهواء في المنطقة إلى المستويات والمعايير المقبولة. طبعا نعمل على هذا في اتجاهات مختلفة، بشكل أساسي في التحكم في المصادر، وهذا عمل أساسي، إما بضبط المصانع والتلوث الصادر منها، إما تلوث هواء أو أيضا تلوث مياه وتربة. هناك عديد من الإجراءات قائمة حاليا
لعلي أشير إلى أبرزها، وهو عملية نقل مصنع الأسمنت. عملية نقل الأسمنت الآن جارية على قدم وساق، هناك مهلة محددة. بس ما راح تنقلون أنتم مكان تسوون مشكلة ثانية ولا؟ لا لا طبعا، هو في موقع على بعد مناسب من المدينة حوالي 70 كيلومتر. أيضا المصنع الجديد سينشأ طبعا وفق أساليب. وعطيتوهم أنتم فترة زمنية؟ معطى نعم 4 سنوات المستشفى. كم راح منها؟ نعم كم راح من الأربع سنوات؟ راح منها تقريبا سنة وعدة أشهر. طيب دكتور علي مساء الخير. دكتور علي تسمعني؟ مساء النور يعني. أهلا وسهلا فيك دكتور علي. من الجهة اللي مفروض يعني تقوم بالدور يعني الآن عندنا أكثر؟ أيوة أسمعك أنا. أي. أهلا بك. هو يعني حقيقة نرجع نقول مرة تانية الأرصاد وحماية البيئة. أنا أستغرب إلى الآن يعني لو كانت الأرصاد وحماية البيئة بتقوم بواجبها كما ينبغي لما حدثت كارثة جدة الأولى ولا الثانية، ولا سار الارتباط بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية. إحنا عندنا نظام بيئي جيد صدر عن مجلس الوزراء، إلى الآن الأرصاد ما عندها الصلاحية بإنفورسيت أو إنه ينفذوه. يعني إحنا في كل مشروع في العالم، في أي دولة في العالم، أي مشروع حتى لو عمارة سكنية لابد يكون لها الانفيرومنتال امباكت أو دراسة التقييم البيئي. دراسة التقييم البيئي تعني تأثر المشروع بالبيئة وتأثير البيئة في المشروع. إذا كان خبراء البيئة قالوا إنه المشروع هذا لا يجوز بناؤه في المنطقة هذه لأسباب يذكروها بيئيا المفروض لا ينشأ، وإذا كان هناك بعض التحسينات ممكن يعملوها على أساس أنه يفضل المشروع كما هو. لكن مستشفى بجانب مصنع اسمنت، أنا بدي أسأل سؤال، هل المستشفى بنيت في الأول أو مصنع الاسمنت؟ إذا كان المستشفى اللي بنيت في الأول قبل مصنع الاسمنت فهذا ما في شك أنه خطأ لا 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 يعني اللي صرحوا وأدوا تصريح لمصنع الاسمنت. لكن إذا كانت المستشفى بنيت بعد في المنطقة هذه وهي منطقة صناعية ومنطقة فيها مصانع اسمنت، يبقى هذا يعني تسيب واضح وعدم إدراك لخطورة الوضع هذا. فأنا أتمنى من الله إنه طالما إنه هذه مستشفى المفروض تكون بعيدة عن التلوث الجوي في الدست والغبار لمصنع الاسمنت والغازات السامة تصادر عن المناطق الصناعية طبعا مبعثة. يعني الاسمنت لو راح نكمل يا دكتور اسمح لي الفاصل البروتكشن ايجنسي ولا وكالة حماية البيئة الأمريكية. نعم راح نكمل بس استاذنك في فاصل يا دكتور، فاصل ونعود لكم بعد أقل. اهلا وسهلا بكم. لازلنا نتكلم عن يعني مستشفى النقاهه والموجود جنوب الرياض عند المصانع الاسمنت، ونتكلم عن ادوار كثير من الجهات. معنا ضيوفنا الاعزاء الاستاذ ابراهيم الشايع وهو مدير التخطيط البيئي في الهيئه العليا لتطوير الرياض، ومعي من جد الدكتور علي عشقي استاذ علم البيئه، ومعي الان هاتفيا الاستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد وحمايه البيئه. استاذ حسين مساء الخير، شكرا لحضورك. هل هناك يعني تشارك بينكم وبين الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة وغيرها في التنسيق قبل التخطيط؟ يعني اليوم مسؤولية من مثلا أنه يكون فيه مستشفى فيه مرضى بجانب مصانع ومصنع اسمنت؟ دكتور علي عشقي قبل الفاصل كان يسأل يقول إن إذا مسموح المستشفى قبل كارثة، وإذا مسموح المصنع قبل كارثة أخرى، يعني كلها مؤشرات يعني فساد وسوء إدارة. أنتوا لكم دور في التنسيق، أحد يسألكم تسألون أحد؟ نعم أخوي علي، يعني لابد أن أتكلم بشكل منطقي حول هذه القضية. القضية هذه ليست موجودة في الرياض، هذه قضية موجودة في كثير من مناطق المملكة، ومن يتذكر مصنع الأسمدة في الدمام واللي صار عليه مشكلة وتم تفكيك هذا المصنع في النهاية بأمر من رئاسة العامل الأرصاد وحماية البيئة،
والتعاون مع الجهة الإدارية الحاكمة وهي أمارة المنطقة الشرقية. هذه القضية منتشرة في كثير من المناطق المملكة بسبب المصانع القديمة والعشوائية خارج المدن الصناعية. هذه المصانع حقيقة كانت في البداية هي خارج الإطار العمراني تماما، ولكن التوسع الذي صار في المدن واقتربت هذه المنشآت الصناعية من الامتداد العمراني ووصولا للامتداد العمراني لها بدون أن يكون هناك مراعاة للتخطيط البيئي في هذا الجانب، ساهم في وجود هذه المصانع داخل المناطق السكانية كما هو حاصل الآن. فيما يخص مصنع اسمنت اليمامة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدأت في هذه القضية من عام 1429 في متابعة الموضوع، ورأت من يومها أن هذا المصنع لابد أن يتم نقله إلى منطقة أخرى. شكلت بعد ذلك لجنة مكونة من عدد من الجهات ذات الاختصاص، منها وزارة الصحة والأمانة وهيئة تطوير منطقة الرياض، بالإضافة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجهات أخرى كلفت من أمارة منطقة الرياض لدراسة الوضع، وخلصت اللجنة إلى إغلاق المصنع ونقله إلى منطقة أخرى. الآن منح المصنع أرض جديدة لانتقال المصنع. هناك بعض الإشكاليات في عملية التراخيص الممنوحة من الجهات لانتقال المصنع إلى مقره الجديد. وجود مستشفى بالقرب من هذا المصنع هو أيضا حقيقة مشكلة، وطبعا المصنع موجود قبل هذا المستشفى، كيف تم وضع هذا المستشفى بهذه الطريقة دون مراعاة لوجوده بقرب، خاصة هو مستشفى نقاهة يعني. الآن النظر في الموضوع هو كيف يتم عملية نقل هذا المصنع خلال الفترة القادمة وخروجه إلى منطقة، خاصة وهو مصنع استراتيجي وحيوي، يعني هو مصنع اسمنت وليس منشأة صغيرة يعني يتم نقلها. لا بس أستاذ حسين، أنت الآن تحدثت عن مثل موضوع الأسمدة في الشرقية، على طول أنت تدخلت وتنسقتم على مارة ووزيل المصنع، لكن هذا المصنع اللي في الرياض يعني لجنة في لجنة ويمنح أربع سنوات ويمنح أرض. حقيقة أخوي علي، مصنع الأسمدة يعني لم يعني يغلق بين يوم وليلة، يعني طول فترة طويلة يعني، وهذه المنشآت تطلب أراضي لعملية النقل. يعني مصنع كمصنع الأسمنت لم يكن لديه مانع في عملية الانتقال، وكان يطلب أرض مناسبة ويتم دراستها بشكل جيد بيئيا وجيولوجيا وكثير. نعم شكرا لك أستاذ حسين القحطاني، متحدث الرسمي باسم الهيئة الاقتصاد وحماية البيئة. دكتور علي، ما تشوف أنه إحنا دائما ردة فعل، يعني هل المفروض أنه يكون في شيء استباقي دائما؟ هل فعلا في تحسن لكن مشكلة من زمان ما كان في اهتمام في البيئة وأدى إلى وجود مثل هذه الظواهر على السطح؟ شوف يا علي، يعني خلينا نكون واقعيين، وأنا أتمنى كل الأرصاد أنهم يكونوا أكثر مصداقية وشفافية في كلامهم. المملكة كلها بتعاني من هذه المشاكل، ينبع بتعاني من المنطقة الصناعية، رابغ بتعاني من مصنع الاسمنت، الرياض بتعاني من مصانع الاسمنت، مصنع السماد في الشرقية. احنا كل الأمور هذه لا يمكن أنها كان ممكن أنها تسير أو ممكن تؤدي إلى الكوارث اللي بنشوفها إذا كان هناك جهاز في مصلحة الرصاد وحماية البيئة قادر على تقييم المشاريع قبل حدوثها، يعني قبل إنشاء المشاريع. المفروض زي ما هو معمول في كل أنحاء العالم، خبراء البيئة يقولوا المشروع هذا ممكن أو غير ممكن إنشاؤه. يعني الأرصاد وحماية البيئة بيتكلم على مصنع السماد في الشرقية، مصنع السماد في الشرقية كم راحوا الضحايا؟ هو ما عارفين الشيء هذا. حمراء الأسد كم عائلة، أكثر من 60 أسرة ماتت من جهة تلوث مياه الأبار. فينكم يا أرصاد وفين؟ المفروض يكون في قوانين محددة، المفروض في قوانين محددة تسير عليها الأرصاد لحمايتنا، لحماية أطفالنا. أنت بتشوف ناس بتطيح في حفر محفورة بجدة وبتموت. لا. الأرصاد لا. وحماية البيئة أي منشأة حتى لو كان منزل سكني، المفروض الأرصاد وحماية البيئة يكون عندها الإمضاء الموافقة الأخيرة من الأرصاد وحماية البيئة. لا. أنا لا يمكن أجي أبني مستشفى بجانب مصنع. يا أخي مصنع الأسمنت هذا أقل ما فيه أن يسبب سرطان الرئة، وهذا كلام أنا ما أقوله،
أرجعوا للحماية وكالة حماية البيئة الأمريكية، وأرجعوا لحماية وكالة البيئة في أوروبا، يقول لك أنه مصر على الإسمنت يصبب السرطان. نعم. ناهيك عن المناطق الصناعية، المنتجات الصناعية الأخرى. غاز كبريتيد الهيدروجين، غاز كبريت الهيدروجين، غاز النيتروجين، غازات غازات لا يمكن أبدا. نعم، شكرا دكتور علي عشقي استاذ علم البيئة كان معي من استديوهاتنا في جدة. سؤال يعني أخير، ما هو مستقبل الرياض مثلا بحكم أنتم الهيئة العليا في هذا الملف، يعني الملف البيئي تحديدا؟ أعتقد دكتور علي يعني تناول الموضوع وهو قضية أركز على الرئاسة، وأنا أختلف معه في هالجانب بحكم أنه الرئاسة لن تستطيع لوحدها العمل إذا لم يكن هناك جهد مشترك ما بين الجهات اللي تعمل في المدينة في التخطيط وفي منح التراخيص وفي المراقبة وفي كافة هالأمور. لن يكون هناك قدرة لجهة واحدة أن تسيطر على هذه الأمور أو على هذه المشاريع، بحكم أنه هالمشاريع ستحدث شئنا أم أبينا. هناك حاجة لهالمشاريع، عبارة عن مشاريع خدمية، مشاريع صناعية، جزء من اقتصاد المدينة وحركتها. هذه المشاريع المختلفة وهذه الخدمات اللي تتم وهذه المنشآت اليوم أيضا، لا نختزل الموضوع في موضوع المصانع أو فقط أنه التلوث أو المشاكل البيئية هي حاصلة. المشاكل البيئية تأتي من عدة أمور، من محطات الطاقة المحيطة في المدينة، من التجمعات الصناعية، من السيارات اللي نقودها اليوم في المدينة ووصل عدد رحلاتها إلى أكثر 7.5 مليون. كل هالأمور ذي تحدث لنا أثر بيئي. نعم. سلبي. يجب التعاون ما بين كافة الجهات على العمل على السيطرة على التلوث الصادر منها وتحسين جودة البيئة. الهيئة العليا أنشأت اللجنة العليا لحماية البيئة، تتمثل فيها كافة الجهات بما فيها الرئاسة، وهذه وجدنا أنها أفضل طريقة لإيجاد عمل مشترك. جميل. يأتي بنتيجة. شكرا. هذا اللي احنا إن شاء الله نأمل فيه في الرياض. شكرا لك الأستاذ إبراهيم الشايع المدير التخطيط البيئة في الهيئة العليا لتطوير الرياض. أيضا شكرا للدكتور علي عشق أستاذ البيئة كان معنا من استديوهاتنا في جدة. شكرا للأستاذ حسين القحطاني المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة كان معنا هاتفيا. أشكركم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهلا. ألقاكم غدا في أمان الله.